وانت عارف دلوقتي العصر اللي احنا فيه دلوقتي بقى عصر الخبر اللي مش بس مكتوب، المكتوب والمرئي. انا مش عارف مصطلح الترند ده من ساعه ما استجد في حياتنا في ناس كتير يعني جننت يعني، وبقت الحكايه مش مبنيه على الكفاءه ولا على القدرات ولا على الخبرات، هي مبنيه على العلاقات الشخصيه والانسانيه والانتماء لكيان من عدم والانتماء لشله من عدم. كريم منور الدنيا طبعا، واعتقد ان يبقى في صحافه كده ومواقع جديده ده يعني ورقه امل دايما للناس. يا مسهل الحال، يا مسهل الحال. بمجرد ان الواحد بيشهد لحظه ميلاد يعني منبر اخباري جديد، وانت عارف دلوقتي العصر اللي احنا فيه دلوقتي بقى عصر الخبر اللي مش بس مكتوب، المكتوب والمرئي يعني. ففكره ان هو من خلال موقع يعني اونلاين ان شاء الله يعني انا متعشم يبقى فيه مصداقيه ويبقى فيه احترافيه ويبقى فيه مهنيه وتبقى اضافه جديده يعني مهمه ومفيده في عالم الصحافه، هكذا اتمنى يعني. ان شاء الله. عايزين نتكلم عن شكل الميديا في الفتره الاخيره، انت شايف الفرص قلت ولا مع كثره المواقع بقت الكواليتي هو اللي قلت؟ كويس. انا عايز ارد عليك بامانه يعني طبقا اللي انا شايفه، يعني اللي انا شايفه انا شايف سيرك قومي منصوب يعني فاهم ازاي، وفي حاجات كتيره قوي من اللي كانت طول عمرها بتميز الصحافه في مصر مثلا ما بقتش موجوده، وفي حاجات كتير كانت بتميز الفن والاعلام في مصر الاوضاع فيها اتغيرت 180 درجه. فانا مش عارف يعني انا بستعذب الماضي اكتر بكل تفاصيله ومفرداته الصحفيه والادبيه والفنيه، يعني بميل اكتر للماضي. فاتمنى يكون موقع جديد بيتولد النهارده زي موقع الجمهور الاخباري يعني يعوضنا شويه عن دسامه وزخم المحتوى بتاع زمان. اكتر المفردات اللي انت بتفتقدها ايه لو جينا نتكلم؟ مبدئيا كده المصداقيه في كتير جدا من الاحيان يعني، وتخيل انت لما بقى في عندك يعني سواء كان موقع او صحيفه او مجله او ايا كان وانت متشكك في مصداقيه اللي بيكتبوه اساسا، وشايف ان الصحافه دلوقتي خدت بعد تاني وخدت شكل تاني، بقت بتعتمد الى حد كبير على الترند زيها زي الميديا كده بشكل عام وزي الاعلام بشكل عام، وده مش صح قوي يعني. كان زمان كل حاجه كانت 1+1=2، الخبر لازم يبقى فعلا جاي من مصدر موثوق منه ويتاكدوا منه القائمين على سواء كانت الجريده او يعني الصحيفه او المجله او الموقع او ايا كان، بيتراجع ويدقق وحاجات كتير قوي. لكن دلوقتي اي حد بقى بيكتب اي حاجه سطرين وممكن نقلا عنه تلاقي لا اله الا الله كمواقع وصحف ناقلين من مصدر مش مظبوط تمام، وساعات ما بيكونش موجود اساسا في بعض الاحيان يعني البعض بيبدأ الاختلاق امور معينه لاثاره جدل، فبالتالي يبقى في نسبه قراءه او مشاهده او متابعه فاهم ازاي عاليه، فيبقى هنا ترند. فانا مش عارف مصطلح الترند ده من ساعه ما استجد في حياتنا في ناس كتير يعني جننت يعني فاهم. طب بصراحه كده تابعت مؤخرا ازمه بسمه وهبه مع صحفي احمد عاشور بس مفرج مش يعني يعني انا طالما حاجه انا شخصيا مش طرف فيها ومش عارف تفاصيلها ومش عارف ابعادها فما اقدرش اتكلم في حاجه انا مش ملم بكل تفاصيلها يعني. لا زال الناس شايفاك شاعر مهم يا استاذ كريم من ساعه الشو يا اخي المشهد ده عجيب، الفيلم ده نفسه عجيب يعني شوف عدى عليه دلوقتي اكتر من حاجه و20 سنه 22 23 سنه ولغايه النهارده كل ما بشوف حد برضه يقول لي نفس الجملتين طبعا والحب الحب وبلوبيب. لا ده كان فيلم استثنائي في كل حاجه، حتى في الصداع عند الناس، حتى في محبه الناس ليه ونسبه المشاهده العجيبه للفيلم ده. انا بحب فيلم الليمبي جدا طب يعني المفروض الناس كانت شايفاك ناجح كمان في التمثيل، بس انت خدت خطوه ورا وقلت انا اقعد في الراديو بقى واركز. لا انا ما خدتش خطوه ورا، انا بص انا من الاول للاخر انا ببقى مستني حد يتواصل معايا يقول لي تعالى احنا عايزينك معانا ان شاء الله في دور قد كده بس يكون في عمل محترم فاهم ازاي، حتى لو مساحتي فيه قدمت دراما ناجحه وقدمت خلي بالك اللي انا بقوله لك ده مش مجرد كلام، انا ده كان واقع ملموس في اعمال معينه يعني مسلسل اسمه قصه الامس مثلا، انا الشخصيه اللي لعبتها الشخصيه بتموت في نهايه الحلقه الاولى، فما فيش اصغر من كده دور، ولكن لمجرد ان ده عمل محترم فانا احب جدا اكون طرف حتى لو طرف صغير في عمل ذو قيمه، والقائمين عليه وصناعه ونجومه كلهم اساتذه افاضل، ده اللي دايما بيهمني بغض النظر عن المساحه. لكن رجوعا لسؤال حضرتك انا ما خدتش خطوه لورا، هو اللي دلوقتي اليه العمل اختلفت
وبقت الحكاية مش مبنية على الكفاءة ولا على القدرات ولا على الخبرات، هي مبنية على العلاقات الشخصية والإنسانية والانتماء لكيان من عدم والانتماء لشلة من عدم. بقت هكذا تسير الأمور إعلاميا وفنيا للأسف الشديد. والفولوور برضو لهم تأثير. بص ما هو تاني ده هيرجعنا تاني برضو، بص ده هيرجعنا تاني برضو للحتة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، هي فكرة الترند وعدد ونسبة الفيورشيب ونسبة الفولوورز يعني ما انت ممكن تلاقي حاجة ما هياش ذات قيمة واخد بالك ازاي وليها كمية مشاهدة غير طبيعية، وخصوصا ان احنا في الفترة الاخيرة الاهواء اتغيرت والاذواق اختلفت وبقى عندنا حاجات عجيبة جدا في الغنى وفي التمثيل وفي الاعلام وحتى في الصحافة، فنتيجة التغيير ده في مستجدات عجيبة بقينا عايشينها كلنا دلوقتي. خناقات الصحفيين والفنانين والحاجات دي كلها بغض النظر عن مسميات لحد، شايف ده سببه ايه؟ وهل الحكاية محتاجة كله يهدي اللعبة على بعض شوية مثلا ولا ايه الحل؟ لا هو مش محتاجين يهدوا اللعبة على بعض، هم محتاجين يشيلوا فكرة الترند من دماغهم، لان الشخص اللي بيبقى فاهم ان هو قيمته مستمدة فقط لا غير من ان هو ترند من عدمه، يعني فاهم قصدي؟ ده ان قعد 3 4 ايام. لكن انا بقول لك بقيت ملاحظ ان دلوقتي عشان الناس تحقق نسبه مشاهده عاليه وعشان يبقوا ترند بشكل او باخر الناس كلها اتجننت او ناس كتير اتجننت، ونتج عن ده ان بقى في ناس كتير على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى معظم وسائل التواصل الاجتماعي عندهم استعداد يعملوا اي حاجه حتى وان كانت غير اخلاقيه في بعض الاحيان لمجرد ان الفيديوهات بتاعتهم تتشير والناس تتكلم عنهم ويبقوا ترند بشكل او باخر. العمليه قلبت هلس يعني. اكتر ترند كان مستفز بالنسبه لك كمان؟ لا والله انا بقيت بنسى من كتر الترندات، احنا كل تلت ساعه في ترند والله ما والحاجة تطلع وكأن بص وتنتشر انتشار النار في الهشيم اديها يومين بعد منها هتستجد حاجة تانية هتنتشر انتشار النار في الهشيم وديها يومين نفس القصة، فمين بقى ملحق على الكلام ده؟ مفيش كلام. طب مجهز لحاجة تانية قريب ولا البرنامج نقدر نقول؟ لا انا حاليا يعني بقدم بشارك في تقديم برنامج الصباحي في قناة الاهلي اسمه 10 الصبح في الاهلي، وعندي برنامج اسمه طاقة نور على قناة النهار، هو برنامج ديني خيري، واذاعيا كالعادة أنا في راديو مصر بقدم كلام وسط البلد على راديو مصر بقالي سنين يعني، فده اللي أنا مستقر فيه حاليا يعني. حلو جدا حبيبي. ليك جمهورك ما شاء الله، بس شوف اللي بسمع الاتصالات يعني حاجة عظيمة جدا. يعني أتمنى ده من ذوقك بس ربنا يخليك من ذوقك. الله يخليك. كريم وشرفتني. حبيبي شرف لي أنا اللي بشكرك على اللقاء الجميل. شكرا جزيلا.